طبعا في إطار الكلمات وفي أجواء الكلمات نرحب تحت تصفيقاتكم بالسيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني الذي حضر معنا اليوم وهو رجل المواكبة الاجتماعية في الإقليم. فتحية لهذا الرجل، تصفيقات على السيد المندوب. نطلب منه أن يتفضل بإلقاء كلمة ترحيبية بالمناسبة. الحقيقة أنا جد مسرور للمشاركة ديال مؤسسة الرعاية الاجتماعية بعد أن تقدم لكل السادة الحاضرين بكل واحد باسمه وصفاته في المشاركة في هذه هذا الافتتاح ديال الموسم الاجتماعي لهذه السنة التي تنظمها مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة. فهذه المؤسسة هي حقها مؤسسة رائدة عندنا، وهي الوحيدة من نوعها على مستوى عاملة صخرة تمارة، فبها تعتبر بأنها تعنى بواحد العناية خاصة من طرف السلطات الإقليمية، من طرف السيد العامل، كذلك الدعم والمواكبة من السلطات المحلية والجماعات المحلية. فالحقيقة هذه المؤسسة هذه نظرا للصيت ديالها والسمعة ديالها الحمد لله والنتائج الجيدة التي حققتها على مستوى النتائج الدراسية والمستوى المساهمة ديالها الفعالة والجدية في محاربة الهدر المدرسي خاصة الفتاة القروية. فهذه المؤسسة هي كما قال السيد الرئيس، نحن ندعو الجميع أنها المزيد من الدعم لهذه المؤسسة هذه في أمس الحاجة، لأن هذه الفئة هذه في إلى من لن نقدم لهم المساعدة ستكون واحد يعني واحد الفئة اللي هي محرومة من أبسط الحقوق ديالها اللي هي المشاركة في الحياة الاجتماعية يعني والتكوين ديالها والتأهيل ديالها اللي هي الفتاة القروية. بهذه المناسبة أود أن أزف واحد الخبر اللي هو سعيد واللي هو سميتو هذه المؤسسة، لأنها كما قال السيد الرئيس يعني خاصة الدعم خاصة التوسعة ديالها. فإذن في اللجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة صخرة تمارة يوم الأمس تمت المصادقة على مشروع بناء مؤسسة جديدة إن شاء الله ديال دار الطالبة. سميتو مساهمة السيد الرئيس الجماعة معنا راه مساهم مساكت راه مساهم من المساهمين في المشروع يعني ماديا، وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسيفوق هذا المبلغ 6 مليون ديال الدرهم على واحد المساحة اللي هي تقريبا 1600 متر مربع ديال المساهمة ديال الشركات العمرة إن شاء الله اللي غادي تكون إن شاء الله هذه المؤسسة. وهذا الحمد لله كان بفضل تضافر الجهود ديال الجميع صراحة، لا من السلطة المحلية من السيد رئيس الدائرة من السيد القائد الدائم حضر معنا السيد رئيس ديال الجماعة والجمعية وكلها والناس ديال المبادرة الوطنية البشرية، مجموعة ديال المواكبة ديال هذه الجمعية هذه المؤسسة، لأنها هي المؤسسة الوحيدة اللي عندنا في الإقليم وخاصنا ندعموها وخاصنا نرفعوا منطقة الاستيعابية ديالها وخاصنا نحسنوا من الخدمات ديالها. بالتالي ان هي المزيد ان خصنا المزيد من العنايه باش ان شاء الله لان باش نحاولوا نلبيوا اكبر طلب ولا جميع الطلبات كما نقول ديال هاد الفتاه اللي تتكون جايه من يعني خاصه من العالم القروي، لان تنعرفوا حنا الاسر والعدد ديالها، ولا ان لما كانش البنت بنتنا ولا الاخت ديالنا في مأمن ما يمكن ليناش نخليوها تمشي، بالتالي انها غادي تنقطع. وبالتالي هاد المؤسسه الحمد لله السنه الدراسيه العام اللي فات حضرنا في الحفل النهائي دي كانت نتائج جد 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 مشرفه، وبالتالي انه صراحه ان تنحيي الاطر المشرفه على هاد المؤسسه هذه، الاطر الاداريه الاطر التربويه الجمعيه وفي شخص السيد الرئيس الشيخ، تنحييهم جميعا على هذه النتائج وعلى هذه السمعه اللي حققت هذه المؤسسه، هي السبب صراحه اللي وصلنا اننا نفكروا الجميع ان في ظرف واحد يعني واحد مده يعني وجيزه استعجالية اقول في ظرف 10 ايام هذه الاخرى لم تكن مؤسسه مبرمجه، بالتالي راه السيد الرئيس يقول انها تمت برمجه هذه المؤسسه ان شاء الله اللي غتكون واحد يعني واحد قيمه مضافه لهذا العمل ان شاء الله اللي غتقوم به الجمعيه هذه. وبالتالي ان حنا كما تنقولوا كما السيد الرئيس، لان هذه مناسبه هي مناسبه افتتاح موسم الاجتماعي التربوي ديال هذه السنه، كذلك يتزامن مع واحد جوج المناسبات اللي هي غالية علينا في القلوب ديالنا وعزيزة علينا، اللي هي المسيرة الخضراء اللي هي كان المسيرة النموذجية في استرجاع يعني الأقاليم الصحراوية ديالنا، وكذلك الذكرى عيد الاستقلال اللي هو رمز ديال البطولة وديال النسبة ديال الكفاح اللي قادوا محمد الخامس رحمة الله عليه والشعب المغربي. والحمد لله هادو المناسبات اللي إن شاء الله تتزامن مع هذه الذكرى هذه، وحيي الجميع إن شاء الله وشكرا لكم.